افتتح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف الجسر العلوي الأحادي الاتجاه الذي يصل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح مع شارع الملك حمد والجسر الذي يعلو تقاطع النوادرات لتصبح الحركة المرورية حرة على هذا التقاطع في الاتجاهين الغربي والشرقي، حيث تقع هذه الأعمال ضمن مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنوادرات الذي ينفذ بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن برنامج التنمية الخليجي. ولفت سعادة الوزير إلى أن الجسر العلوي سينقل الحركة المرورية من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الملك حمد، وسيعمل هذا الافتتاح المرحلي على تقليل الاختناقات المرورية بشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتقاطعي ألبا والنوادرات، حيث ستصبح الحركة المرورية حرة للقادمين من المنامة وسترة باتجاه الجنوب، كما ستصبح الحركة المرورية حرة للقادمين من دوار ألبا باتجاه المنامة وسترة، خصوصا مع ازدياد الحركة العمرانية والصناعية في المنطقة الجنوبية من المملكة. وأشار سعادة الوزير إلى أن نسبة الإنجاز ككل في هذا المشروع بلغت نحو 76%، منوها إلى أن الوزارة تواصل الأعمال حاليا لإنشاء الجسر الثاني أسفل الجسر الأحادي على تقاطع دوار ألبا، حيث تم الانتهاء من إنشاء الجسر في حدود موقع الدوار السابق وجزئه الواقع على شارع الملك حمد، كما أن العمل قائم حاليا على جزئه الواقع على شارع الاستقلال، علما أن الوزارة انتهت بنسبة 78% من أعمال إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، وقد أخذت الشبكة بعين الاعتبار بعض المناطق المحاذية للمشروع. يذكر أن المشروع قد أرسي من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على ائتلاف مقاولين شركة KCC الكويتية مع شركة ناس البحرينية بقيمة 46,800,000 دينار. اليوم افتتاح تقاطع جسر النوادرات الذي سوف ينقل الحركة المرورية بدون توقف على شارع جابر الأحمد الصباح من المنامة في اتجاه الرفاح، وأيضا في الجهة الأخرى من الرفاح إلى المنامة. الجسر اللي تم افتتاحه اليوم إن شاء الله طول حوالي 400 متر في كل اتجاه، وفي ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ومسار للطوارئ في الاتجاهين أيضا سوف نشهد اليوم افتتاح الجسر العلوي الأحادي الاتجاه الممتد من شارع جابر الأحمد الصباح شرقا إلى شارع الملك حمد جنوبا. هذا الشارع أيضا سوف ينقل الحركة المرورية بدون توقف، والشارع بمسارين في كل اتجاه ومسارين أيضا إلى الطوارئ من كلا الجهتين.